طقينا ثلاث فرق، فرنسا، النمسا، إيطاليا. تأهلنا وخسرنا ضد أمريكا. يا شباب معقول أنا أخسر من أمريكا؟ شو السالفة؟ كنا سعر بالنسبة لي والله، يعني طقة جول ما تشوف الكرة. البيبي فوت تعتبر من الألعاب اللي إحنا نحسها بأنها هي تسلية لوقت معين أو مثلا بصالة ألعاب، لكن الشباب اللي موجودين هنا لا، ماخذين فيها بطولات، حاضرين بطولات عالمية. لا برا شيء ثاني. بالألفينات اكتشفنا أن البطولة هذه لها كأس عالم كبير. هل الطاولات تختلف من طاولة لطاولة؟ ايه وايد. سرعة الكرة، وزن الكرة. ممكن أبي أعرف أكثر شلون؟ والله شوف، هني حاليا في هذه الطاولة الترنيدو، لكن احنا لنا مقرنا الخاص اللي احنا طبعا مؤسسين، احنا ربعنا المجموعة كلها. وين؟ موجود يعني قريب، نفس مو بعيد عن المكان هذا. يلا مشي من غير لا نكمل، والله بشوف اكثر. يلا بسم الله. اخوي عبد اللطيف تفضل. الحين وصلنا. هل اليوم المنتخب معترف فيه؟ معترف فيه هني بالدولية. هني احنا موجودين مسجلين بالاتحاد العالمي. اول بطولة صارت لنا بتايوان 2012. كانت الفكرة ان نروح واحدة واثنين، لكن قال هذا قال بي وهذا قال بي، طلعنا فريق 8 لاعبين. اكثر طاوله شدتني هذه صراحه، هذه طال عمرك هي يسمونها البونزيني، هذه الفرنسيه. اسمها بونزيني. فاحنا اكتشفنا الطاوله الامريكيه هذه منهم، يعني ما كنا نعرفها اصلا يعني. وبعدين درينا ان لا، الموضوع اوسع من كذي، موضوع في منظمه اتحاد عالمي مشاركه بكاس العالم، ومو طاوله واحده تشارك، خمس طاولات. اذا طقطقت فيها تشوف بسرعه تروح منك، لان اللاعب ضعيف، فيعتمدون انك تعض الكره وتمشي فيها تشوف. يعضونها يا بطل، هي يسمونها بالانجليزي نيرف جيم، لعبه الاعصاب. نعتبر فريق يعني، فالفريق لما ياخذ بطوله كامل يلعب 6 ضد 6 من المنتخب. كم كانت الجائزه؟ لا احنا نتكلم على اخر بطوله، احنا تاهلنا وخسرنا ضد امريكا. المكان اللي احنا يمكن هذا الكاس العالم اللي لعبنا فيه الاخير اللي هو قبل اسبوع احنا خلصنا منه، يعني افضل اداء من اجتماعات مع الشباب هذول كلهم. احنا فزنا بالمجموعه الاوائل على المجموعه، طقينا ثلاث فرق، فرنسا، النمسا، ايطاليا. النمسا هم اللي خذوا البطوله، هو اللي فاز بالبطوله هي. فيعني كانت صدمه مفاجاه حق اللي هناك، لان كنت لما امشي بينهم بالسكوير مالهم اسمعهم يتكلمون عن فريقنا، شلون تفاجئوا بفريقنا. طبعا انت المشي هناك تغيرت حتى شيء لا خلاص عمي، طاق المانيا والنمسا وايطاليا. فرنسا فزتوا على النمسا، شلون فزتوا عليهم؟ متعقدين في على المستوى الفردي. خذينا اوبن بدبي، انا خذيت اوبن بدبي مع تيمي صاحبي، كنا دبل قاعد نلعب. جيت عندهم طبعا، انا شنو بالجامعه ما كلهم اوكي. جيت هني محطوط تحت الصفر الف، والله ما طقيت خبزه ويا ولا واحد فيهم، ما قدرت. اي والله ما قدرت. رحنا لندن قبل الكورونا بسنتين، تقريبا يعني خمينا كل البطولات يعني، الامانه يعني في التيم خذا، بالفئه الامتشر خذينا، وفئه الاكسبرت خذينا، فئه البرو خذينا، فئه الاوبن وصلنا للثالث والرابع. هي اولا يعني تعطيك الطابع الاجتماعي، يعني انا تعرفت على اصدقاء حول العالم كلهم بسبب الطاوله هذه. مثلا بصراحه تعلمك الرزانه، تبدي تفكر وتمسك روحك، كل ما تبدي تتنرفز لازم تمسك روحك. يعني انا من النوع اللي دائما احب اشوف شيء خطوتين لقدام، فبالنسبه لي هذه طورت لي هالمقدره هذه. لعبه حق البنات، لعبه حق الاطفال، حق الجونيورز، في جونيورز، في سينيورز فوق الخمسين سنه يلعبون، في حق المعاقين موجوده طاولات خاصه حقهم هناك. احنا نتمنى انه يكون في اتحاد يساعدنا هني او رعايه، ان نجيب هالتصنيفات كلها تكون موجوده معانا. يستحقون يلعبون المعاقين، يستحقون يلعبون الاطفال الجونيور والكبار، البنات اذا يحبون يلعبون. موفقين يا الربع، وقلت لك والله قلت لك مشكورين يا الربع، شوفكم.